عند 14 سنة. خرجت نهار السبت 7:30 الصباح، عدلت الفطور فطرت، جات عندي سلمت عليا قالت لي ماما بالسلامة عليك أنا مشيت مدرسة، قلت الله يرضى عليك هذا أيمن. سلم مشيت عند با، قلت لها ما يدي خرج في 12:30 وقز على باي، جيو لي التخالية جي، قالت لي واخا ماما وصلت 12:30 ما جاتش، مشينا نقلب عليها ما قالوا لي هنا كان ما عرفناش فين مشات، ما خليت فين ما مشيت، مشيت للكوميساريه، مشيت للطبيب، مشيت ما خليت فين ما تساريت، انا قلبي مدهدق محروق ما عرفتش، ولا كذا تسمعني وتشوفني الله يغطيها برضا، تجين عندي تجين عندي ما تخاف حتى من حاجه، ما ندبز معاها، ما اللي طلب نقي قيل الحفله نقيل اللي بغى نقي لها، دابا جي نفتش عليها من 7 الصباح وانا نفتش عليها، ما اللي يقول لي راهي نقز نشوفها من جبران، يقول لي مشات راه فين ما تشوف، لا تشوفني هيك بدي الله يرضى عليك الله يغطيك برضا، الله يسقط عليك رضا جاي ما ديالي الله يرضى عليك، انا مزوقه فيك الحبس، عمرها ما قالت لي هذا الشيء، عمرها ما تغيبت لي، عمرها ما فرقتني، عمرها ما هي الدار هي كل شيء. شو انا تقدر تاثر فيها كتبكي الناس لا يرضى عليك لا يرضى عليك انا قلبي لي تشرد قول لاختي ديالي اجي عندنا احنا وحشنا لك احنا قلت لاختي اجي اختي ما في الحر ما ننعشي لا ماكله لا ماكله ما ناكلش نعس ما ننعشي انا في السطح انا في الزنقه بصبح صبحنا نمشي بحالي ما نبقاش في الدار كاش ما نعمرش ما نبقاش خصني نشوف بنتي خصني نتلاقى بنتي خصني عنشوف خصني نمشي للبوليس نمشي للشيكان بوليس نمشي للطبيب نمشي شنو قالوا لي قالوا مشي للدار حتى نعيطوا علي وانا حتى المدرسه ما جاوش يشوفوا يقلبوا عليها ما عرفتش انا علاش